اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري، القناه اللي بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها. والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن فتره حكم الملك نيقوس الرع. واول حاجه هنبدا بيها كلامنا النهارده وهو ان الملك نيقوس الرع كان بيكمل البنايات او الاهرام او المباني اللي كان الملوك اللي قبله ما لحقوش يكملوها بسبب قصر فتره حكمهم. واول حاجه هنتكلم عنها في حلقه النهارده هو هرم نفرير كارع، والهرم ده كان طوله وقاعدة الهرم حوالي 105 متر وارتفاع الهرم حوالي 72 متر. وطبعا من الحاجات الغريبة في هرم الملك نفرير كارع ان طول وقاعدة الهرم كانوا متساويين، وده بسبب ان الملك نفرير كارع كان عايز يعمل نوع من الاهرامات او نوع من المباني بيختلف عن المباني والاهرامات اللي كان بيبنوها الملوك في عصر الاسرة الخامسة. وطبعا فترة حكم الملك نفرير كارع كانت قصيرة جدا، عشان كده عدد كبير من المباني اللي كان مخطط ليها ما كانش اكتمل بناءها بشكل كامل. وبيعتقد مجموعة من المؤرخين ان تكملة المعبد الجنائزي من ناحية الشرق كانت بواسطة الملك رع نفر آف. بيعتقد مجموعة من المؤرخين ان طريق المراسيم اللي كان ما بين المعبد الجنائزي والمعبد الوادي الخاص بالملك نفرير كارع ما تمش بنائه في عهد الملك نيقوس الرع، ولكن الملك نيقوس الرع بنى بنايات الكهنة الموجودة بالمعبد الجنائزي ومعبد الوادي، وبنى في المكان ده ارشيف وتم العثور فيه على برديات ابو صير. تاني مبنى هنتكلم عنه النهارده هو هرم الملكه خينتكاوس الثانيه، وكانت زوجه الملك نفرير كارع واللي توقف بناء هرمها بعد وفاه الملك نفرير كارع مباشره. من خلال النقوش والكتابه اللي عملها العمال على احجار هرم الملكه خينتكاوس الثانيه قدر العلماء والمؤرخين يكتشفوا ان الهرم ده ما تمش بناء غير نصه بس في فتره حكم الملك نفرير كارع اللي كانت ما بين 10 ل 11 سنه فقط. وقدر الملك نيقوس الرع ان هو يكمل بناء الهرم، وبنى عند واجهته الشرقية المعبد الجنائزي الخاص بالهرم، وقدر ان هو يكسو الهرم بطبقة من حجر الجير الابيض. وقدر الملك نيقوس الرع ان هو يبني هرم صغير في الجزء الجنوبي الشرقي من هرم الملك خينتكاوس الثانية عشان يكون مصلى للعبادة. والطريقة اللي قام بيها الملك نيقوس الرع كانت طريقة جديدة في بناء الأهرامات وفي تغيير الطقوس، بحيث ان الملوك كانت الأهرامات الصغيرة اللي موجودة جنب هرم الفرعون كانت بتختص بيهم، ولكن ان هو يعمل مصلى للعبادة جنب هرم فرعون او احد افراد عائلة هرم فرعون فده طبعا يعتبر نوع من تجديد الطقوس في عهد الاسرة الخامسة. وقدر الملك نيقوس الرع ان هو يحوط مجمع اهرامات الملكة خينتكاوس الثانية بسور، بحيث ان هو يفصل مجمع اهرامات الملكة خينتكاوس الثانية عن مجمع اهرامات الملك نفرير كارع. وتالت مبنى هنتكلم عنه النهارده هو هرم الملك رع نفر اف، وطبعا فترة حكم الملك رع نفر اف كانت قصيرة جدا لدرجة ان الهرم بتاعه لما توفى الملك ما كانش تم بناء منه غير المصطبة اللي كان طولها 7 امتار فقط. ولما الملك نيقوس الرع وصل لحكم مصر كمل بناء هرم الملك رع نفر اف بواسطة الطوب اللبن عشان يتحول من مجرد مصطبة لهرم مدرج. وقدر الملك نيقوس الرع ان هو يبني في الجزء الشرقي للمعبد الجنائزي المصنوع من الحجر حجرات مخازن عشان يستخدمها كمخازن للسلع الغذائية. وقدر الملك نيقوس الرع ان هو يبني في الجزء الجنوبي من المعبد الجنائزي بهو مسقوف بالخشب ومزين بنجوم ومرفوع على اعمدة، قمم الاعمدة دي كانت على شكل زهرة اللوتس. وقدر ان هو يحوط مجمع اهرام الملك رع نفر اف بسور كبير جدا ويبني جنب السور ده مذبح للمراسيم الجنائزية. قدر الملك نيقوس الرع ان هو يعمل بعض التغييرات الهندسية اللي كانت موجودة في المنشآت بحيث انه يخلي معظمها على شكل حرف تي. وقدر الملوك اللي حكموا مصر بعد فترة حكم ملك نيقوس الرع ان هم يتبعوا نفس النظام الهندسي في بناء معابدهم ومجامع اهرامهم الخاصة بعهد الاسرة الخامسة. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية اكمل كلامي معاكم عن فترة حكم ملك نيقوس الرع، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.